السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله راح نبلش بضرب كسيرات الحدود. طيب أصدقائي الطلبة، ضرب كسيرات الحدود بتعدي بمرحلتين. أول عملية هي عملية ضرب كل حد جبري بالمقابلات في الحد الآخر. ثاني عملية جبرية أو ثاني خطوة هي جمع الحدود المتشابهة. طيب ناخذ مثال، لو أجا قال لي x مربع زائد 3 مضروبة في x أس 4 زائد 3x زائد 5. بس حابب أنبهكم على شغلة، إنه أنا هون عندي كم حد؟ هون عندي حدين. هون كم حد عندي؟ عندي 3، فلازم يكون الناتج 6 حدود. طيب رح نبتدي بعملية الضرب. عملية الضرب شلون بتقول؟ الإكس تربيع رح نضربها في الإكس أس 4 في 3X وفي في 5. هذا بهذا الشكل هيك عم تصير عملية الضرب. طيب خلونا نشوف إكس مربع في إكس أس 4، طبعا معروف إنه ضرب القوى جمع الأسس، بصير إكس قوة 6 زائد x مربع في 3 3x أس 3، x مربع ضرب 5 5x تربيع تهين زائد. هلا اجى دور 3 اني اضرب فيها، بصير 3x أس 4 زائد 9x زائد 15. هون بنظر إذا يوجد عندي حدود متشابهة لأجمع، x طبعاً أس 6 لا يوجد غيرها، زائد 3x أس 4 طبعاً حدود متشابهة ما في، زائد 3x مكعب، زائد 5x أس 2، زائد 9x، زائد 15. خلونا ناخذ مثال آخر، بنقول x زائد 3 مضروبة في x مربع زائد 2x زائد 3. طبعا مثل ما نحن معروف، اول قسم عندي حدين، ثاني قسم عندي 3 حدود، فمعناتها الناتج قد راح يكون 6 حدود. طيب راح نبتدي بضرب عملية x. قال x ضرب x تربيع راح نضربها ب 2x وراح نضربها ب 3. طيب شو راح يصير؟ x أس 3 زائد 6x عفوا زائد 2x تربيع زائد 3x، نضرب ب 3. هلا نقول 3 ضرب x تربيع رح نضربها ب 2x ورح نضربها ب 3، فرح يصير معي زائد 3x مربع زائد 6x زائد 9. تمام. هلا ايش صار عندي؟ صار عندي عملية جمع للحدود المتشابهة. x مكعب على حالة، في عندي حدين متشابهين، ايش شو هن؟ ال x تربيع 2x مربع مع 3x مربع، يعني راح يعطيني 5x تربيع. بعدين ال 6x لا يوجد لها حد مشابه، هلا انتبهوا عليه، هون 3x زائد 6x راح يعطيني عفوا 9x، واخر شيء زائد 9 بكون هيك خلصنا من هذا الحل. لهون شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه.